الحقيقة دايماً ببقى فخورة جداً ومبسوطة قوي لما بلاقي نموذج رائع، وبالأخص لما يكونوا زوجين. الحقيقة يعني بتكون ده أجمل، لأني بتحس إن كل واحد فيهم داعم أو سبورت للتاني. وفي دايماً من يجدها الحقيقة دايماً نحب نقدم النماذج الناجحة دي. فخلوني في البداية أعرف ميزان على الهوى، ميزان على الهوى، ويمكن أعرف من حضرتك مين اللي اختار الاسم ده وليه ميزان على الهوى؟ يعني كان هوى على الميزان او ميزان على ايوه صح كده. خلونا برضو نعرف يعني سبب التسميه والقصه من البدايه كانت ايه. في البدايه بس انا حابب ان انا اشكركم بوجودي هنا في سي تي في، وبالاخص برنامج من يجدها، لان من البرامج الخاصه والعزيزه على قلبنا. شكرا ليك. ده حاجه. الحاجه الثانيه والاهم، احنا سمينا هوى على الميزان او سلسله الفروع بتاعتنا هوى على الميزان علشان خاطر احنا بنبيع حاجه، الحاجه دي خفيفه جدا فبتبقى سعرها رخيص، فجت من هنا مسمى هوى على الميزان. فبقت كل السلاسل بتاعتنا هوى على الميزان، وبالاخص لحد ما مارينا كانت هي اللي اقترحت الجمله دي مع الفانز بتاعتنا، لان احنا كل ما كنا بنطلع لايف او بنطلع نعمل اي حاجه فبنقول هوى الميزان، فجت من هنا الفكره او جت بالاسم، لان دي كانت اسم مشارك ما بيننا ما بين الفانز بتاعتنا، فجت من هنا اسم سلسله الفروع بتاعتنا هوى على الميزان. جي اند ام جورج ومارينا. جي اند ام هو اختصار لجورج، ام اختصار لمارينا. البدايه يا استاذ جورج، أوكي. يعني من كام سنه والفكره جت ازاي ومين اللي اقترح الفكره الاول؟ يعني حضرتك ولا دكتوره مارينا ولا ايه؟ طيب، في البدايه احنا ابتدينا 2020 وقت الكورونا بالظبط، وكانت الفكره من مارينا. ان احنا كان عندنا تايم، طبعا كلنا عارفين وقت الكورونا كان الموضوع كان صعب جدا. جت الفكره ان احنا نبتدي اونلاين، وكنا قاعدين شغالين في بيوتنا عادي اونلاين. ابتدينا ان احنا ننزل الصور، مارينا كانت ابتدت ان هي تصور، ابتدينا نعرض، وابتدى ان الدنيا تبقى الدنيا الناس تحتاج الحاجه اكتر، الحاجه اول ما ننزلها تطلب اكتر، الاكشن بيخلص على طول. فده اللي شجعنا بقى كمان. فتره الكورونا كمان وقعدت البيت خلت ناس كتير قوي بتتصفح عن طريق او بتعمل شوبينج على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. صح، هو ده فعلا اللي حصل، وجت من هنا البدايه لما ابتدينا 2020 ان احنا نبقى اونلاين. حسينا ان الموضوع بيزيد معانا ازاي؟ ان الناس ابتدت تجي لنا البيوت، الناس ابتدت ابتدينا نتعرف، فالموضوع بقى صعب، وانا مش هينفع طبعا ان بيوتنا طبعا بقت اتقلي بصراحه. يعني اجي من الشغل ابص الاقي ناس في الشقه، وخصوصا شقه ماما، احنا كنا يعني بجد، فانا بستغرب كنت ادخل الشقه دي شقتنا ولا شقتها في ناس كتيره. احنا داخلين فين بالظبط كده؟ خلينا نتكلم عن حاجه مهمه جدا، يعني انتوا الاثنين شجعتوا بعض. يعني كتير قوي بنقول ايه، جوزي هو اللي شجعني، مراتي هي اللي شجعتني، يعني بيكون نموذج بس واقف في ظهره حد. لكن المشروع بتاعكم انتوا الاثنين ومشترك بينكم انتوا الاثنين، في وجود اولاد ووجود مسؤوليات، وفتره الكورونا دي زي ما انت قلت كانت فتره صعبه جدا على جميع المستويات، ازاي قدرتوا تشجعوا بعض ان انتوا تطلعوا بمشروعكم الحلو ده؟ والحقيقه مش انا وجورج بس اللي كنا في ظهر بعض بصراحه، يعني عيلتي كمان شجعوني قوي من زمان. هم دايما اخد الكورس الفلاني، خد يا مارين، هعمل MBA، اعمل يا مارين. ده بدايه اهلي، ربنا اراد ان انا اتجوز حد سبورتيف جدا ليا وبيدعمني جدا. اول لما قلت الفكره جورج نسي يقول ان احنا كنا قاعدين بنتغدى، على فكره كانت فكره كده. العبقريه بالظبط، معايا المثل بيقول لك وقت البتون تطول عقول، بس معاكم حصل العكس. حصلت كده، فكان يعني الميزه كمان مش انا وجورج، لا ده اهلي كمان هم شجعوني جدا، وهم اللي كملوا المسيره ان هم دلوقتي اللي قاعدين في الفروع. يمكن الكاستمرز والزباين عارفينهم اكتر مننا، يعني بيحبوهم اكتر مننا، ويمكن البركه والخير جايين بسبب والدي في فرع ووالدتي واخويا في فرع تاني. فده يعني وانتوا قاعدين بتتغدوا مين فيكم اللي اقترح الموضوع؟ انا مارينا. طب لقيتهم كلهم باصين لي كده. وكان الدعم من جورج ازاي؟ يعني ايه نعم ولا لا مش هينفع مش وقته، او يعني الرد كان ايه؟ انا عايزه اعرف الرد. النظره دي خلاص رد. انت كده رديتي. احنا صراحه بالزياده يا جماعه، فقول انت بقى. هي قالت الفكره، وانا لاجل الامانه في الاول قلت لها مارينا الموضوع كده هيبقى صعب، احنا مش محتاجين ان احنا ندخل في حاجه زي كده خالص دلوقتي. قالت لي هنجرب.
فعلا تجربه زي ما قلت من شويه، ان الناس بقى البيوت عندنا او الشقه بقت عامله زي ايطالي، وجاب من هنا بقى ساعتها الدعم الكامل ان احنا لازم ناخد خطوه. وده كان اول فرع لينا كان في الزيتون، احنا عملنا اول بعد فرع. كورونا اول فرع بعد ما كملناش بالظبط، انا فاكر 6 شهور بالظبط، يعني ده كان لسه وقت كورونا والخطوه دي خدتوها على طول في الوقت ده اللي هو اصلا الناس كانت بتخاف تنزل يعني وتتعامل. احنا كل خطواتنا اللي احنا نحكيها خلال الحلقه هي سنده من ربنا حقيقي، يعني احنا مش قاعدين القعده دي عشان احنا فظاع ولا شاطرين ولا خالص، بس هي سنده من ربنا. احنا لما خلال الحلقه هنقول لك ايه اللي حصل بجد، هتلاقي كل الخطوات جايه كده.